أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وثائقية إخبارية جديدة من تلفزيون اليوم السابع، سنتابع فيها مع حضراتكم تفاصيل ومعلومات هامة جدا عن انطلاق أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات، حيث أكدت وزارة التعليم العالي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية، وذلك يعني بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام. فيما أوضحت وزارة التعليم العالي أنه تيسيرا على الطلاب وفي إطار منظومة الحوكمة الإلكترونية وما تشهد من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك في الفترة من يوم الاثنين الموافق 25/7 حتى يوم السبت الموافق 6/28/22. على كل حال، لكي نعرف مزيد من التفاصيل حول يعني هذا الشأن وانطلاق أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات، بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل محمد صبحي مسؤول ملف التعليم العالي في اليوم السابع علشان يطلعنا على مزيد من التفاصيل. يا محمد، أهلا وسهلا بيك معنا في تلفزيون اليوم السابع. اهلا وسهلا بيكي وبالساده المشاهدين ومتابعي تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك. خلينا نبتدي من اختبار القدرات، يعني ايه هي تفاصيل الاختبار وايضا مواعيد تسجيل الحجز لعقد اختبار القدرات؟ هو في الحقيقه الماراثون امتحانات الثانويه العامه انتهى بالامس، والنهارده وزاره التعليم العالي بدات اعمالها من خلال مكتب التنسيق، أصدرت بيان بشأن تفاصيل ومواعيد اختبارات الحسابات في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي 2022/2023. نعم. طيب البداية طبعا هتكون مواعيد حجز اختبارات القدرات هتكون بداية من يوم 25 يوليو اللي هو غالبا يوم الاثنين المقبل، وحتى يوم 6 أغسطس. اوكي، طيب يعني ازاي بيتم التسجيل لاختبارات القدرات؟ بيتم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، وده طبعا في اطار خطه الدوله ككل واطار خطه وزاره التعليم العالي نحو التحول الرقمي. فبيتم التسجيل من خلال الحاسب الالي او جهاز الكمبيوتر، بيتمكن الطالب من خلاله الدخول على موقع التنسيق الالكتروني، وبناء عليه بيبدا يحجز اختبارات القدرات في الكليات اللي هو راغب ان يلتحق بها مع العام الجامعي الجديد، زي طبعا كليات الاعلام، كليات الفنون الجميله، كليات الفنون التطبيقيه، كليات التربيه الموسيقيه، كليات التكنولوجيه والتعليم الصناعي، والكليات التابعه للجامعات التكنولوجيه الجديده. نعم. هل يعني كل التقدم لاختبارات القدرات اصبح بيتم الان عبر الانترنت عن طريق يعني منظومه التحول الرقمي، ام ما زال هناك يعني اماكن مخصصه ل يعني تقديم لاختبار القدرات؟ لا، كل حاجه في الفتره الحاليه ومنذ اكثر من عام، وهو موقع التنسيق يتبع جهاز التحول الرقمي من خلال مكتب التنسيق، وبيتم للطلاب تسجيل اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق، وايضا تسجيل الرغبات بالتزامن مع انطلاق مراحل التنسيق المختلفه. نعم. طيب محمد، يعني مين الطلاب المسموح لهم بالتقدم لاختبارات القدرات في هذه المرحله، وهل يحق للطالب الراسب دخول اختبارات القدرات مره اخرى ام لا؟ هو من يحق له التسجيل في اختبارات القدرات هذا في هذه المرحله هم طلاب الثانويه العامه المصريه فقط. نعم. اللي هم طلاب الثانويه العامه المنتظر نتائجهم، وطبعا في بعض الطلاب بيتساءلون عن بدايه موسم التنسيق واختبارات القدرات قبل اعلان النتيجه. الحقيقه ان الهدف من ده التيسير على الطلاب وبرضه انجاز الوقت علشان العام الجامعي الجديد، وبالتالي بيحق لطلاب الثانويه العامه جميع طلاب الثانويه العامه التقدم دون التقيد بالنتيجه، لان اختبارات القدرات ما هي الا معيار لقياس مهارات الطلاب للالتحاق بالكليات التي ذكرناها. صحيح.
وبالتالي لن يعني لا يعتبر اجتياز الطالب اختبارات القدرات تعني قبوله في الكلية، يعني لأن الموضوع ده بيخضع بعد ذلك لمجموعة في الثانوية العامة طبعا. وآليات التنسيق. طيب خلينا نختم بقى الأوراق المطلوبة لتقدم الطلاب لاختبارات القدرات. طبعا أول حاجة لازم الطالب يكون معاه رقم جلوسه في الثانوية العامة، رقم الجلوس. رقم جلوس في الثانوية العامة، تمام. وبالإضافة لده طبعا بيكون معاه صورة لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، وبيكون معاه صورة شخصية لاختبارات القدرات ما عدا كلية التربية الرياضية اللي بتشترط إنه يكون معاه صورتين شخصيتين بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات. يعني دي كافة الأوراق المطلوبة. بالظبط، هو الطبيعي الطالب بيدخل على موقع التنسيق بيسجل اختبارات القدرات في الكلية التي يرغب الانضمام أو الالتحاق ليها، بعد كده بيطلع له موعد الاختبار، بيتبع الإيصال من على موقع التنسيق ويتوجه للكلية المفترض أن يقضي فيها اختبار القدرات. يعني بالتأكيد بنتمنى كل التوفيق لجميع الطلاب، وبشكرك شكرا جزيلا الزميل محمد صبحي مسؤول ملف التعليم العالي باليوم السابع، بشكرك على هذا الكم من المعلومات، شكرا جزيلا لك. شكرا. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، يعني هذه كانت تغطيتنا حول تنسيق اختبارات القدرات ويعني الأوراق المطلوبة لذلك، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات ومتابعات جديدة على مدار اليوم. إلى اللقاء.